تعد المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين ببئر مراد رايس ثاني أكبر محطة برية بالعاصمة بعد مثيلتها بخروبة، حيث تستقبل يومياً أزيد من 20,000 مسافر يومياً من الجهة الغربية للوطن. ويندرج هذا المشروع الضخم ضمن استراتيجية المديرية الولائية للنقل الرامية إلى فك الخناق وتنظيم حركة المرور بالعاصمة، حيث باتت من أهم انشغالات الوزارة ومن المحاور الأساسية للاجتماعات المنعقدة والمجسدة في المشاريع الضخمة. ويتضمن المشروع حظيرة للسيارات تحت الأرض تستوعب أزيد من 900 مكان، حيث يمكن مستعملي هذه النقطة المرورية الحيوية جداً بقلب العاصمة من وضع سياراتهم بالحظيرة، والتي تستوعب لوحدها قرابة 4,880 مكان. وقررت السلطات المحلية إنجاز 3 أنفاق تحت أرضية تحت النفقين المعنيين بالتمديد باتجاه البليدة وبئر مراد رايس من أجل تسهيل حركة المرور نحو كافة الاتجاهات والقضاء على النقطة السوداء لاكوت في آجال لا تتعدى 6 أشهر، وهذا في أعقاب تكثيف ومضاعفة الأشغال على مدار 24 ساعة من طرف مديرية الأشغال العمومية صاحبة المشروع. ويندرج ذلك في إطار مشروع تمديد النفقين الحاليين على مسافة 300 متر، بالإضافة إلى انطلاق أشغال التهديم في الاتجاهات المفتوحة قبل الانطلاق في أشغال التمديد بمحاذاة الحاجز الأمني بالطريق الوطني رقم 1. وسيتم إنجاز 3 أنفاق تحت أرضية لفائدة الراجلين تربط كل الاتجاهات تحت النفقين المعنيين بالتمديد وإنجاز محور دوران كبير.